الرئيس الأوكراني ذكر هذا البيان الموجه للدولة الروسية بضرورة الانسحاب من جنوب أوكرانيا في خضم هذا الهجوم الأوكراني القوي تجاه القوات الروسية في خيرسون. يمكن وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت عن تمكن جيشها من اختراق الدفاعات الروسية، ولكن في المقابل الإعلام الروسي يتحدث عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية جراء هذا الهجوم ونتيجة صد القوات الروسية لهذا الهجوم القوي. بماذا تعلق؟ لا، الحقيقة يعني الهجوم كان على خيرسون وجزيرة القرم التي يعني روسيا بتعتبرها معقل لها، لأنها يوجد لديها ميناء كبير جدا، ويوجد لديها قاعدة عسكرية كبيرة جدا، ويوجد لديها مطار عسكري كبير جدا. جزيرة القرم تعرضت لأكثر من 3-4 هجمات متواصلة، ولم تستطيع القوات الروسية أن توقف هذه الهجمات. هذا بما يعني أن القوات الأوكرانية أصبحت في محل الهجوم وليس الدفاع. زمام المبادرة الآن أصبح مع القوات الأوكرانية التي تشن هجوم مضاد على خيرسون وهجمات متواصلة لا تستطيع روسيا أن تصدها في جزيرة القرم. فمن الواضح أن يعني المعركة تحولت، وأن القوات الأوكرانية هي من تمتلك زمام المبادرة حاليا، وتمتلك القدرة على الهجوم على القوات الروسية. ده ما يبشر، الحقيقة شيء مبشر جدا، ان يعني ممكن ان تحل هذه الأزمة قريبا. اذا حدث يعني هزائم روسية متكررة، لن يكون امام بوتين الا العودة الى طاولة المفاوضات.